جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب ومرت آية سجدة وهو على غير طهارة، فهل يسجد أم كيف توجهونه؟ لا بأس أن يسجد، لا بأس أن يسجد، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، وإنما هو عبادة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة ويسجد من حضر معه، ولم يعلم أنه أمر الحاضرين بأن يتوضأوا. نعم.